السلام عليكم، معكم طالب مصطفى الدرويش. اليوم راح اشرح اكزامبل 10 من شابتر 14. السؤال يقول determine the current and draw the phasor diagram. طبعا عندنا هذه الدائرة سيريز، اول خطوة راح نطلع اكس بالقانون حقها 1/2 باي FC، راح يطلع عندنا الجواب 4.28 كيلو اوم، فريكونسي 1.5 كيلو معطى. الزد توتال تساوي الريزستر، بما ان هنا كابستر فراح يكون ار ناقص جي اكس سي بالماينوس، فراح يكون 2.2 × 10³ ناقصا جي ضرب 4.82 كيلو اوم. راح يكون الزد توتال بهذه الريكتانجولر نحولها لبولر بالحاسبة، راح يطلع عندنا الجواب 5.30 والزاوية سالب 65.5 كيلو. الآي يساوي الفي على الزد، الفي اس معطى عندنا والزد طلعناه هذا، فراح يكون الفي على الزد راح يطلع عندنا الجواب 1.89 والزاوية 65.5 ملي أمبير. نجي نمثل الفيزر دايجرام. في الاكس اكسس راح يكون الفي اس ب10 فولت، وهنا مقدار الزاوية الاي توتال 65.5، وهذا راح يكون الاي اللي هو 1.89 ملي امبير.